الناس اللي كيعرفوني مش حالة دي ومتبعيني من الاول ديال العام راه عارفين باللي في لافان ديال شاك ما، يعني في الاخر ديال كل شهر كندير واحد البيلون ديال اشنو داز في هاد الشهر، شنو هما لي زيفينمون ماركون وشنو اتشيفيت انا في هاد الشهر هذا. دونك بالنسبه لهاد الشهر اللي هو شهر 9، اليوم شحال فيه؟ اليوم 30، بمعنى اخر صافي شهر اخر عاوتاني من العام مشى، يعني 9 شهور دازت. شحال قاد دابا؟ شهر 10، شهر 11، شهر 12. بالنسبه لي هاد الشهر هذا فريمون لو ريزولطا اكسبلوزا، وكاع داكشي اللي كنت خدام عليه غادي مكسيري، يعني كنحس براسي كنزيد بشويه، بالعكس كنحس براسي كنزيد بزاف. وكانوا بزاف لي زيفينمون هاد الشهر هذا، وما عرفتش الصراحه ملي غادي نبدا، مي اول حاجه غادي ندير هي غادي نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. كاين بزاف ديال الناس اللي ديما كيصيفطوا لي ميساجات، كاين بزاف ديال الناس اللي ديما حاضرين تيكومونطيو ليا، تبارك الله عليك، الله يعاونك، سواء في سميتو في لي فيديو ديالي في انستغرام، سواء في لي بوست في انستغرام، سواء في لي فيديو في يوتيوب، سواء في لي لايف. كنشكركم بعدا بزاف على هاد الدعم هذا وهاد السبورت هذا، حيت فريمون الناس اللي قراب ليا وما لقيتش من عندهم هاد الدعم هذا، الوغ كنتوما اللي ما كنعرفكم حتى شي واحد داعميني وواقفين معايا. دونك اول حاجه هي وصلنا ل 20 ك، يعني 20000 فولورز. صراحه ما نكذبش في الاول ديال العام كنت حاط لوبجيكتيف ديال 10000 فولورز، وشحال كانت عندي ديك الساعه؟ كانت عندي تقريبا 4000. كنت كتب لي بحال شي 10000 بحال شي جبل، وفاش كنت كنشوف شي واحد عنده 16 15000 كنقول واو شكال كيفاش دار ليها كذا. ولكن دابا دوبلت لوبجيكتيف ديالي اللي كنت حاط، نورمالمون في الاخر ديال العام كان خصني نوصل ل 10، دوبلت ودابا وصلت ل 20 ك، وغير في هذا الشهر 9 تزادت 5000 واحد. دونك هاد ال 5000 اللي يلاه تزادت في هذا الشهر هادي كنقول لها السلام عليكم ومرحبا بك في الكونت ديالي. وبيان سور راه ديما غادي تلقى الفائده، والفائده ماشي فائده اللي هضره بلا بلا كيما كتلقى في لي زوتر كونت، لا، فائده كتلقاها دي زابليكاسيون، يعني داكشي اللي كنعطيك تقدر غير تسال الفيديو تمشي تابليكي في البلاصه، وبيان سور الا ابليكيتي وتبعتيه مزيان والتزمتي به غادي يكونوا دي ريزولطا. زائد واحد الحاجه اخرى اللي كنقول انا ديما، راه داكشي اللي كنصحك به وكنجي كنعاود لك عليه راني كنابليكي، يعني راه فيت انا دايرو، وراه كنوريك ديجا انا في السطوريات ديالي في الفيديوهات ديالي، وكنوريك انا اليوم كندير البيلو انا في الفورماسيون مثلا ديال لي زوبجيكتيف، ولا في الكوتشين ديال لي زوبجيكتيف كنقول باللي شاك موا خاصك دير ان بيلو. انا دابا كنوريك باللي شاك موا كندير بيلو، رجع الفيديوهات ديالي كاملين غتلقى باللي لافان ديال شاك موا كندير ان بيلو، يعني هادشي اللي كنعطيك راه ابليكيتو وعارفو باللي خدام، وهانت دابا تتشوف لي ريزولطا ديالو عاد باش كنجي كندوزو لك في لي فيديو. دونك اول حاجه هي 20 ك، دونك مبروك علينا 20 ك، و جو سوي سور باللي من الاخر ديال العام غادي يكون شي ريكورد اللي ما كنتش فريمون متوقع. ولكن هادشي عاوتاني كيف كنقول راه ما جاش ساهل، يعني 20 ك ومن 15 ك ل 20 ك في شهر ماشي جات غير بالزهر ولا شي حاجه غير هكاك، بالعكس جات بالخدمه، شهر كامل ديال الخدمه، ديال لي فيديو، ديال لي بوست، ديال لي لايف، ديال بزاف ديال اللعيبات. دونك هادي هي اول حاجه. ثاني حاجه واللي مهمه بزاف، وهي انني اول مره في حياتي كنجري 10 كيلومتر متابعه، وعاوتاني اول مره في حياتي في نفس الشهر كنجري 15 كيلومتر عاوتاني متابعه، واول مره في حياتي كنجري 16 و17. دونك الريكور اللي كان عندي دابا هو 17 كيلومتر، الوكو شحال هادي 2 كيلومتر كتبان لي بحال شي جبل، بحال فلاصال كنت كنجري و 1 كيلومتر كتبان لي ما عرفتش، كنقول ما يمكنش امبوسيبل ان نوصل لها. ولكن درت استراتيجي وقلت غادي نمشي بشويه بشويه، وشاك شاك سيمين كنت كنزيد بشويه بشويه. بيان سور يعني كانت عندي استراتيجي، يعني ماشي حاط قدامي وي غادي نوصل مثلا 15 كيلومتر ولا 17، ولكن ماشي في السيمانه الاولى ولا في السيمانه الثانيه، خدمت عليها بشويه بشويه. اي حاليا دابا وصلت 10 و17، وصراحه فرحان بزاف. عرفتي ما تكونش عارف الفرحه ديالي، ما تصورش الفرحه ديالي فاش الصباح كنرجع وكنكون كملت هذيك 17 كيلومتر وكنرجع للدار وكندوش، راه ما يمكنش واحد الشعور ديال الاتشيفمنت بزاف بزاف. دونك هذا ثاني حاجه. ثالث حاجه هي خرجت لا فورماسيون ديالي الثانيه، اللي ما عارفينش راه كاين عندي لا فورماسيون الاولى ديال بدل حياتك باستعمال قوه العادات،
دونك ديجا خرجتها في شهر 6 واشاك فوا راه كندير فيها برومو، وراه اكطويلمون راه فيها واحد البرومو ناقص 70% بالنسبه للناس اللي انتريسي وعندهم مشكل ديال انهم كيبداو واحد الحاجه وما كيكملوش فيها، كيبداو واحد الحاجه وما كيكملوش فيها، سواء لا سال سواء كيقرا الكتوبه ما كيكملش، سواء كيبدا البريباراسيون ديال الامتحانات وما كيكملش، سواء كيبدا شي بروجي باغي يخدم عليه اون باراليل مع الخدمه ديالو والقرايه ديالو ما كيكملش. فراه هاد لا فورماسيون كتحل بالضبط هاد المشكل، كنوريك خطوه بخطوه في واحد 6 خطوات كيفاش تبدا واحد الحاجه وتكمل فيها بلا ما تحبس. دونك الا كنتي انتريسي غادي تدخل غير البروفيل ديالي غتلقى الرابط، غادي تكليكي غتلقى الدور التدريبيه قوه العادات، غتلقى كاع لو ديتاي ديال لا فورماسيون كامله، تقدر دوز لا كوموند ديالك ديك الساعه باش تستافد من العرض، حيت غدا غادي تسالى مع 12 ديال الليل، غدا العشيه غادي تسالى، دوز لا كوموند من تما ولا صيفط لي غير ميساج قول لي يوسف انا مهتم ولا انتريسي بهذيك لا فورماسيون بغيت ناخذها، راه عندي واحد المشكل كنبدا وما كنكملش. دونك هذه لا فورماسيون كتخرجت في شهر 6، في هذا شهر 9 تخرجت لا دوزيام فورماسيون اللي هي ديال التنظيم والتخطيط، واللي صراحه اللونسمون ديالها كان خيال، يعني العدد ديال لي كوموند اللي جا والناس اللي كانوا انتريسي بلا فورماسيون كان كثير بزاف بارابور لا فورماسيون الاولى ديال قوه العادات، وصراحه فرحان بزاف الناس اللي خداو لاكسيون، فرحان بزاف الناس اللي خداو لا فورماسيون. علاش فرحان ليهم؟ حيت عارفهم ما حدهم اختاروا ديك لا فورماسيون ودخلوا ليها، حتى عارفين ومتاكدين على انهم باغيين يبدلوا حياتهم، يعني ماشي شي واحد اللي جا غير بغى ياخذ لا فورماسيون غير هكاك اوكي عجبتني هاد لا فورماسيون ولا بغيت غير ناخذ، لا هاد الناس هادو جو سوي سور باللي الحياه ديالهم سواء دابا ما عجبهمش وباغيين يبدلوها تكون عندهم الحياه مزيانه، سواء عندهم واحد الحياه ولكن باغيين يدوزوا للنيكست ليفل ديالها، يعني باغيين يديفلوبيو راسهم بزاف ديال الحوايج، وراه باغمي لي بيلي ولا باغمي السكيل اللي ضروريين باش تدوز لواحد الحياه اخرى اللي انت باغي هي ما نقولوش تايم مانجمنت، ما نقولو لورغانيزاسيون ولا البلانين، ضروري الا ما كانش عندك ان اورغانيزاسيون ما تقدرش توصل الاهداف ديالك، ما تقدرش تكون ناجح، ضروري منه بحال واحد اللوازم اللي كيخاصك باش دير شي حاجه، بحال مثلا اللي عندك واحد الشجره وبغيتي تقطعها راه خاصك المنشار، راه لا ميم شوز تحديد الاهداف والتحقيق ديالها راه لورغانيزاسيون واحد البيلي ضروري فيها. دونك لا فورماسيون بزاف ديال الناس خداوها، وكيف قلت فرحان بزاف لهاد الناس، وكنقول لهم من هنا مرحبا بكم في الكلوب ديال 2%، و جو سوي سور الا التزمتو بهداك الشيء اللي كاين في لا فورماسيون وبهذيك لا ميثود غادي يكونوا دي ريزولطا اللي ما غاديش تتوقعهم بصراحه، وراه بسيط داكشي في لا فورماسيون. دونك هذه ثاني حاجه. واحد حاجه اخرى اللي اول مره كطرات هي هذا الشهر، هي انني درت واحد سيمانه ديال لي لايف كامله، دونك سيمانه كل نهار كنجي كندير لايف كنهضر على شي موضوع، هضرنا على التايم مانجمنت تنظيم الوقت، هضرنا على لي زابيتود العادات، هضرنا على الديسيبلين، هضرنا على لا موتيفاسيون، هضرنا على لا ريشيرش دومبلوا، هضرنا على القرايه كيفاش تبريبار لي زيكزام. الا كنتي مازال ما شفتيش لي لايف راه مازال عندي في البروفيل، غادي تدخل غير الاي جي تي في غيطلعوا لك كاع لي لايف كاملين ديال السيمانه، سير تفرج فيهم راه قريب غادي نحيدهم، ادخل غير البروفيل ديالي غادي تلقاهم باش تستافد، راه تما كانت لا فالور كثيره. سيمانه كامله وكندير لايف ما كنتش متوقع على انني غادي نديرها كاع، وكنت نقول بوتيت يجي شي نهار اللي نقول ما نكملش فيه لي لايف ولا شي حاجه، ولكن كملت لي لايف بوندون سيمين كامله، وكانوا بزاف لي سوربريز، بزاف كانوا بزاف المسابقات للناس اللي ربحوا لا فورماسيون، كانوا بزاف ديال الناس اللي ربحوا الكوتشين، كانوا بزاف ديال الناس اللي ربحوا كتوبه، كانوا بزاف. دونك هذه هي اول مره نديرها، وصراحه عجبني الحال بزاف. علاش؟ حيت بوندون هاد لا سيمين فريمون ولات عندي واحد العاده انني كنجي ديما في العشيه كندير داك اللايف، تقربت بزاف منكم، يعني شي كاين دي بيرسون اللي وليت كنشوفهم كل نهار، يعني فريمون ولا كيبان لي ديما عارف وغادي يجي غادي يتفرج في اللايف، وعرفت بزاف ديال الناس ملي كنت كندير هاد لي لايف. ودابا واحد الحاجه اللي الله بديت غير البارح هي انني رجعت لي زيميل، دونك الا كنتي باغي يوصلك ميل كل نهار فيه بزاف ديال النصائح فيه بزاف ديال اللعيبات، فكنصحك انك تقيد في اللائحه الخاصه ديال لي زيميل، غادي تدخل البروفيل ديالي غادي تكليكي على الرابط غادي تلقى جيفت اي بوك، غادي تكليكي عليه غتدخل الميل ديالك، اين فوا غادي تدخل غيوصلك واحد الكادو، اين فوا غيوصلك هذاك الكادو ديك الساعه راك تسجلتي معايا في اللائحه الخاصه، وغادي يقول لي وصلك ميل كل نهار مع الخمسه ديال الصباح. دونك جو بونس بلي هادشي اللي كاين، ال 20 كا دونك ال 20 كا ديال الفولورز في انستغرام، زيد عليها 17 كيلومتر، زيد عليها لونسمون ديال لا فورماسيون، واخر حاجه هذيك السيمانه ديال لي لايف، وعاد باش دابا لونسمون ديال لي زيميل. دونك اللي بغيت نقول لك الا كنتي مازال كتفرج في هذا الفيديو، فراه باقي عندنا 3 شهور، دونك صافي شهر 9 سالا، دونك دابا بقى 3 شهور، دونك 3 شهور فريمون خصك تكون صافي بديتي كتبريباري على انك كتكلوزي في لي زوبجيكتيف ديالك، يعني كتسد فيهم، يعني خصك تكون ديجا وصلتيهم،
انا بالنسبه لي لي زوبجيكتيف ديالي بريسك ساليتو، بقى عندي واحد لوبجيكتيف بسيط نقدر نخدم عليه في 2 سيمين 3 سيمين دغيا بالزربه نوصل ليه، يعني ماشي بعيد بزاف قربت ليه ما قال لي والو، دونك نقدر نخدم عليه في 2 سيمين حتى الان موا كاع ماكسيموم نقدر نوصل ليه. مي راه من العام من الاول ديال العام وانا خدام عليه، داكشي علاش قلت لك قربت، يعني ماشي يلا غنبدا خدام عليه، لا غير غناكسيليغي فيه. دونك اللي بغيت نقول لك هو دابا خصك تبدا تبريباري 2021 فريمون، خصك دابا تبدا تسخن 2021 حيت فريمون 2020 صافي تقريبا تسالات. الا كنتي ما عمرك ما بديتي خدمتي على زوبجيكتيف ديالك من الاول ديال العام ولا من شهر 6 ولا من شهر 7 ولا من شهر 8، فراه تقريبا نقول لك باللي راه فات تقريبا الحال، تقدر تعتق شي حاجه في داك لوبجيكتيف. مي لوبجيكتيف اللي حطيتي من الاول ديال العام نقدر نقول لك باللي فريمون بريسك صعيب انك تجيبه في الاخر ديال العام. دونك دابا خاصك تبريباري 2021، يقول 2021 شنو بغيت نوصل فيها، وهذيك 2021 باش توصل لهذوك لي زوبجيكتيف شنو هما السكيلز، شنو هما المهارات اللي خصني نكتسب دابا في هاد 3 شهور اللي بقات باش نديماري 2021 مزيان. وبارمي السكيلز اللي كنقول انا ضروري خاصك تتعلمها قبل من 2021 هي تعلم كيفاش تكتسب واحد العاده وتحافظ عليها مع الوقت، راه غادي تعاونك بزاف بزاف. انا راه هادشي كامل اللي كنقول لك وهاد الاكتيفمنت اللي كل شهر كنجي كل شهر كيكون احسن من الشهر اللي فات راه بلي زابيتود، راه ثلاثه الحوايج الكومباوند ايفيكت. والكومباوند ايفيكت ما كيجيش بوحدو، كيجي بانك تبقى دير واحد الحاجه بزاف ديال المرات، وشنو هي دير واحد الحاجه بزاف ديال المرات هي لي زابيتود. وثالث حاجه هي المورين روتين، حيت فريمون فاش كدير واحد المورين روتين مزيان كتبدا النهار ديالك مزيان، دوكو كيدوز عندك نهار مزيان، ونهار مزيان على نهار مزيان على نهار مزيان على نهار مزيان كيكون عندك واحد الشهر مزيان، وشهر مزيان وشهر مزيان وشهر مزيان كيكون عندك واحد العام مزيان. شوف كلشي كاين في الكوتيديان، كلشي كاين في داكشي اللي كدير في النهار ديالك، داكشي اللي كدير في النهار ديالك هو اللي كيحدد في الاخر واش غيدوز النهار مزيان ولا ما غاديش النهار مزيان. ولا داز داك النهار مزيان عاوتاني النهار اللي من بعد منه وغاده 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 شهر. ها انت دابا شفتي معايا كندير البيلون ديال شهر كامل، ولكن البيلون ديال شهر كامل راه كانوا فيه الايام، يعني قسمنا شوف الايام شنو كنت كندير فيهم. عاوتاني ملي نجي في الاخر ديال العام ديال 2020 غادي نشوف الشهور كامله شنو درت فيهم، ديك الساعه غادي نعرف راسي واش وصلت هذوك لي زوبجيكتيف ولا ما وصلتش ليهم. دونك كنتمنى انك تكون استفدتي من هذا لا فيديو. الا بغيت غير نفكرك باللي لا فورماسيون راه غدا مع 12 ديال الليل غادي تسالى، الا بغيتي تستافد من العرض ديال ناقص 70% دخل الرابط ودوز لا كوموند ديالك ولا غير صيفط لي ميساج باللي راك انتريسي. هادشي اللي كاين، عجبتك الفيديو لايكيها وشيريها مع صحابك، تهلا ليا في راسك، ونتشافوا غدا ان شاء الله كيف العاده في فيديو جديده في واحد في شهر 10 2020.